مع الجزء الأخير، الجزء الحزين من صدى الملاعب، لأني سمعت أنا خبيث. لا لا حرام صفة. لا 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 على الهواء قاعد قلت. نعم على الهواء لكن على المي. أنا قلت إنك خبيث. قلت لي قالوا لك إني أنا هيك. مين اللي قال لك إني أنا هيك؟ والله ما قلت. ما قلت. لا انت قلتي بس انا خانك التعبير يقول هي اني ما يعني خانك. لا شو لا ما مو انت قالوا اسئلته انا مو انت اسئلته أنا في فرق يا رب. بالعكس والله اسئلته ظريفه وجميله بس انا ليشيت يعني. عشان انا قلت لك انا من النوع والله يا استاذ بكرم ما اسمع، انا ما احكم على شخص. ما هيك لغى الغداء وما عاد اجى وهو اصلا بعد لغى الغداء سحب العزيمه زين كذي سحب العزيمه بطل. ما دام تفشلوني كذي انت بعد ما كنت ابي تجي. شفت؟ لا انا كنت برنامج للامانه لا ثقل ولا وزن والانسان اللي بيحاورك على وعي وعلى قدره. ايوه فانت لازم تكون يعني وانا نفس الشيء مترقب وحذر. طيب هلا انا اليوم عامل عمله جايب الاسئله مرتين تبع فاطمه اسئلته مش موجوده فانا ساعه بنقري بركي بكونوا جابوا لنا. فانا الحين اقعد اطالع واقعد اتجمل رح نبلش مع فاطمه. 12 سؤال كل سؤال سبع ثواني بثلاث اجابات. حابدا معك احلى ثلاث شغلات فيكي. طيبه كرم حنونة. طيبة وكرم كل مين طلع معنا طيب كرم لدي الذاكر عشان الولد عشان ابنك. والله العظيم طيبة طيب. وكرم حنونة. أسوأ ثلاث شغلات فيك. عصبية والتسرع. عصبي ومتسرع. ثالثة قراراتي سريعة. أنت عصبي؟ إيه عصبي؟ أنا بعد وأنا عصبي بس سوى لما نحن ثلاثة مع بعض يلا. طيب فاطمة ثلاث أحلام تتمني تحقيقية. وايد أحلام صراحة عندي ثلاثة. يعني ثلاثة يعني أني خلص ما أطول في هالمجال. طولتي بالجواب ما عليه تحملوا يعني الواحد يفكر ترك تبعد بسرعة بسرعة ما يستوي يصير تأخذ الوقت وأعطيها. يا الله يا الله فأنا متراجع الوقت وعلى الإجابة تفضل يا خي. يعني وقت معين وكذي إن شاء الله أقرر لين قدام بس مو بحطة عشان ما يمسكونها علي قدام فترة طويلة إن شاء الله حطة كذي وقت معين أني إن شاء الله أتحجب. ثلاث أحلام لا تعتقد أنها ستتحقق. بل يا استاذ الله يهديك ليش كذي في الاشياء المتشابكه تحولها علي يا كذب يا تشاؤم. قول ما تتحقق؟ اي لن تتحقق. لن تتحقق العوده الى الخلف هذه من سبع المستحيلات. ما اعطاني الوقت ولا كنت بجاوب ست سبع متوا قال مناك هناك يمكن قاعدين قال نرجع لورا. طيب ثلاث امور ندمت عليها. وايد اعطينا ثلاثه. في اعمال في قراراتي انه يعني ممكن زواج كذي هالاشياء يعني. ندمتي على الزواج؟ ندمت في يوم من الايام اني تزوجت. في اعمال تسرعت فيها يعني هذه الامور. في ممثلين ندمتي انك اشتغلتي معهم؟ في ممثلين نعم. هذه تصير. اي تصير. فيك تعدلي ثلاث شغلات ندمت عليها؟ ايضا انك تعاملت مع ناس غير كف للامانه وثقت فيهم هذه كانت مصيبه انك طامه كبر في حياتك انك تعطي ثقتك في ناس مو كفؤ.